ليلة من أجمل وأروع ليالي مهرجان مدينة العالمين الجديدة بتحييها الفرقة المصرية للموسيقى العربية على خشبة المسرح الروماني إحياء واحتفالا بالموسيقار الكبير بليغ حمدي. مهرجان عالمي طبعا، ومبسوط جدا ان انا بشارك فيه، ويعني في فيدباك جامد عن المهرجان وعن كل اللي بيقدمه وكل النجوم اللي بتطلعوا، واحنا كفرقه مبسوطين ان احنا جزء من الفقرات اللي بتتقدم في مهرجان العالمي. اكيد مبسوطين ان احنا بنشارك في احتفاليه كبيره للموسيقار بليغ حمدي في مهرجان كبير زي مهرجان العالمين، وان شاء الله نقدم فقرات تسعد الجمهور وتكون متنوعه وخفيفه على الناس. ان شاء الله هنقدم حاجات مجموعه متنوعه كده من الالحان مسكر بليغ حمدي، عبد الحليم حافظ وورده، ومعانا فقرات متنوعه يعني. احنا بنشارك النهارده في المهرجان بمجموعه اغاني للفنان الكبير طبعا الموسيقار بليغ حمدي، وانا من محبيه طبعا، وان شاء الله باذن الله تكون حفله جميله وتعجب الناس كلها. انا طبعا كان نفسي ان انا اشارك في مهرجان العالمين من فتره كبيره، والحمد لله رب العالمين. احنا كان عندنا حفله اصلا قبل كده كانت منظمه للموسيقار بليغ حمدي، ويشاء القدر ان احنا نعملها هنا، يعني ترتيبها بقى هنا، والحمد لله رب العالمين انها جت كده، وبإذن الله تكون حفلة كويسة يا رب. والله يعني حاجة مشرفة، حاجة ما تقلش أي قيمة ولا أي وضع عن الحاجات اللي بنشوفها، يعني حاجة ترفع رأس البلد وترفع من شأن الفن المصري وكل الفنانين المصريين، وأكيد أي حد من الفنانين المصريين يتمنى يكون هنا في نفس المكان ده. هو ما سابش حاجة غير لما احتضنها، يعني ما سابش نوع من أنواع الفنون غير لما احتضنه وبشكل يعني جميل وعلى أكمل وجه، وبنشكر كل القائمين على هذا المهرجان. النهارده يوم جميل جدا، ودايما يعني ايام الرائعه مهرجان العالم عالمين بصراحه النهارده كمان، وحفل النهارده كمان حفل شيق جدا بحضور الفرقه المصريه للموسيقى العربيه، دي حاجه جميله جدا، عامله اداء عالي جدا، طلبه الجامعه معانا مبسوطين خالص. الفرقه المصريه للموسيقى العربيه ده كان تحفه جدا وكان لطيف، وحبيت جدا اغنيه جنى الهوى كانت تحفه وكلنا اتفاعلنا معاها، ومهرجان العالمين منظم جدا وحلو. الفرقه كانت عامله اداء عالي وشغل عالي، اغاني جميله جدا وكنا متفاعلين معاها، والشباب كلهم كانت مبسوطه والدنيا كلها كانت لذيذه والشباب كله مبسوط، والمهرجان بشكل عام عامه لذيذ جدا، الاهتمام عالي من الصحافه والميديا، وده بيسلط ضوء اكبر للناس ان احنا نشتغل اكتر ونسعى اكتر في الموضوع. والله الأداء عجبني جدا، فرقة جميلة لذيذة، صوتهم حلو، الجو كان جميل، أنا جيت اتبسطت الصراحة. هو المهرجان كان جميل، وتعرفت على ناس كتيرة قوي، وشفت ناس من أماكن كتيرة، وكان في ناس من برا مصر وجوه مصر، وعملت ثقافات يعني، وتعرفت على ناس وشاركتهم حاجات، ويعني كان حلو. ما
مدينة العلمين كانت مبهرة كشكل ككل حاجة، تنظيم والله كل حاجة تحفة فيها بجد. الفرقة المصرية للموسيقى العربية كانت تحفة بصراحة، وأبهرتنا بالأغاني والتفاعل وتفاعلنا معاها بشكل تحفة، والمهرجان منظم بشكل جميل جدا وتنظيمه حلو، وهو بيبهرنا والأبراج شكلها تحفة والمكان تحفة، يبهر أي حد ويخلي أي حد بجد عايز يجي ويستمتع ويقعد على طول، أو إن هو يفضل موجود على طول.